عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأطفال في فيديو جديد خاص بالسنة الأولى ابتدائي، وهو تتمة لفيديو سابق سأضع رابطه في صندوق الوصف. كما تشاهدون أحبائي الصغار، لدينا على هذه الورقة مجموعة من الأقراص، سنحاول تصنيفها إلى مجموعات حسب اللون كما فعلنا في الفيديو السابق. إذن كما تلاحظون لدينا أقراص صفراء ثم أقراص زرقاء، إذن سنحصل على مجموعتين، مجموعة الأقراص الصفراء ومجموعة الأقراص الزرقاء. في نظركم أيها الأحبة الصغار، ما هي المجموعة التي يوجد بها أكثر عدد من الأقراص، وما هي المجموعة التي يوجد بها أقل عدد من الأقراص؟ كما تعلمتم أحبائي قبل سن المدرسة، يمكنكم تعداد الأقراص، يمكنكم تعدادها هكذا، نقول 1 2 3 4 5 6. إذن لدينا 6 أقراص صفراء. نعد الأقراص الزرقاء، يمكن أن نعدها هكذا، 1 2 3 4 5. إذن لدينا 6 أقراص صفراء و5 أقراص زرقاء. إذن ماذا نقول أحبائي؟ يوجد من الأقراص الصفراء أكثر مما يوجد من الأقراص الزرقاء، أو يوجد من الأقراص الزرقاء أقل مما يوجد من الأقراص الصفراء. يمكن أن نتأكد من ذلك عبر وضعها جنبا إلى جنب هكذا، إذا نضع مقابل كل قرص أصفر قرصا أزرق هكذا. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه لدينا قرص أصفر إضافي. إذا هكذا نتأكد أنه لدينا من الأقراص الصفراء أكثر مما لدينا من الأقراص الزرقاء. نمر إلى النشاط الموالي أحبائي الصغار. كما ترون على هذه الورقة لدينا خشيبات خضراء وخشيبات حمراء، إذا سنصنف هذه الخشيبات حسب اللون. نضع في أعلى الورقة الخشيبات الخضراء هكذا، وفي أسفل الورقة نضع الخشيبات الحمراء. نحاول ترتيبها حسنا. إذن في نظركم، ما هي المجموعة التي تضم أكثر عدد من الخشيبات؟ هل هي مجموعة الخشيبات الخضراء أو مجموعة الخشيبات الحمراء؟ لكي نجيب على هذا السؤال، نحاول أن نصل كل خشيبة خضراء بخشيبة حمراء هكذا.
إذن كما نلاحظ بقي لدينا خشيبتان خضراوان. إذن نقول الخشيبات الخضراء أكثر من الخشيبات الحمراء. الخشيبات الخضراء أكثر من الخشيبات الحمراء. أو نقول الخشيبات الحمراء أقل من الخشيبات الخضراء. الخشيبات الحمراء أقل من الخشيبات الخضراء. ويمكن أن نقول كذلك يوجد من الخشيبات الحمراء أقل مما يوجد من الخشيبات الخضراء. يوجد من الخشيبات الحمراء أقل مما يوجد من الخشيبات الخضراء. أو نقول يوجد من الخشيبات الخضراء أكثر مما يوجد من الخشيبات الحمراء. هنا أيها الأحبة لدينا مجموعتان من الأقلام الملونة، مجموعة الأقلام الملونة الكبيرة ومجموعة الأقلام الملونة الصغيرة. الآن في نظركم ما هي المجموعة التي تضم أكثر عدد من الأقلام؟ كما تلاحظون لدينا نلاحظ أن المجموعتين تضمان عددا كبيرا من الأقلام. إذن لتسهيل مقارنة المجموعتين نجزئهما إلى مجموعات صغيرة. إذن نجزئ هذه مجموعة الأقلام الكبيرة إلى مجموعة صغيرة. في كل مجموعة نضع ثلاثة أقلام، هكذا ثلاثة أقلام، هكذا إذن واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. أمام كل مجموعة صغيرة من الأقلام الكبيرة نضع مجموعة صغيرة من الأقلام الصغيرة، هكذا. في كل مجموعة نأخذ دائما ثلاثة أقلام. هكذا واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة. نلاحظ أنه بقي لدينا أربعة أقلام صغيرة. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن مجموعة الأقلام الصغيرة تضم أكثر عدد من الأقلام. مجموعة الأقلام الصغيرة تضم أكثر عدد من الأقلام. إذا نقول الأقلام الصغيرة أكثر من الأقلام الكبيرة، أو الأقلام الكبيرة أقل من الأقلام الصغيرة، أو نقول يوجد من الأقلام الصغيرة أكثر مما يوجد من الأقلام الكبيرة، أو نقول يوجد من الأقلام الكبيرة أقل مما يوجد من الأقلام الصغيرة. نمر إلى النشاط الموالي أحباء الصغار. إذا تلاحظون على الطاولة مجموعة الصحون، مجموعة الملاعق، ومجموعة الكؤوس. إذن ما هي المجموعة التي تضم أكثر عدد من العناصر؟ هل هي مجموعة الصحون أو مجموعة الملاعق أو مجموعة الكؤوس؟ إذن بطبيعة الحال أنتم قادرون على تعداد هذه الأشياء. إذن نعدها مباشرة. إذن نعد الصحون، واحد اثنان ثلاثة أربعة. نعد الملاعق، واحد اثنان ثلاثة أربعة. نعد الكؤوس، واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا ماذا نلاحظ؟
لدينا نفس العدد من العناصر من المجموعات الثلاث. إذا ماذا نقول؟ نقول يوجد من الملاعق بقدر ما يوجد من الصحون، أو يوجد من الكؤوس بقدر ما يوجد من الصحون، أو يوجد من الكؤوس بقدر ما يوجد من الملاعق. إذن يمكن أن نضع كل كأس أمام الصحن ليظهر لنا ذلك جليا، ونضع كل ملعقة أمام كل كأس، فيظهر لنا أنه يوجد من الملاعق بقدر ما يوجد من الكؤوس، ويوجد من الكؤوس بقدر ما يوجد من الملاعق. ويمكن أن نضع الكؤوس والملاعق بهذه الطريقة، سنقوم بتكوين مجموعة من الأقراص بقدر ما يوجد من الصحون. إن هكذا ونقول يوجد من الأقراص بقدر ما يوجد من الصحون. نفس الشيء، يمكن أن نكون مجموعة من الكلل هكذا، ونقول يوجد من الكلل بقدر ما يوجد من الأقراص، يوجد من الكلل بقدر ما يوجد من الصحون، يوجد من الكلل بقدر ما يوجد من الكؤوس، وهكذا. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.